أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة من عمان الغالية، ونحن نتواصل معكم بكل حب وسعادة في قهوة الصباح. سيف، لاحظت في الآونة الأخيرة أيضا انتشار منتجات تكون صديقة للبيئة، صاير تستخدم منتجات صديقة للبيئة ولا لا؟ حاول قدر الإمكان باللي متوفر ومتاح أن فعلا استخدمها، واللي ما حصله سبحان الله عاد إيش تعمل. بالضبط، أنا سايرة أساسا في الفترة الأخيرة أني أستبدل المنتجات العادية لمنتجات صديقة للبيئة، وأساسا أصبح الآن السوق في الكثير من المحلات لما تروح أنت تدخلها تشوف بالفعل في منتجات خاصة صديقة للبيئة. فنحن اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن مشروع جدا جميل مختص في المجال البيئي، من خلال أيضا إنتاج منتجات صديقة للبيئة كالأكياس وغيرها. سنتعرف أكثر على هذا المشروع مع ضيوفنا الكرام الفاضل الجولند من يحيى المغيري، رئيس فريق روزن. أهلا وسهلا بك، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. صباحكم نور وسعادة. أهلا. وأيضا معنا الفاضل أحمد بن ناصر الحبسي، مدير الإنتاج بفريق روزن. أهلا وسهلا بك، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح الأنوار. يا حياكم الله شباب، نورينا ما شاء الله عليكم. الله يعطيكم العافية يا رب العالمين. ابتداء ترى راح تكون مع إن شاء الله مع الجولند. الجولند صح؟ الجولند، يا مرحبا بك الجولند. طيب، خاطر أعرف في البداية يعني أهمية فعلا أنكم اخترتم تحديدا هذا الموضوع ليكون مشروع لكم. والله مثل ما تعرف الحين كثير البيئة مهمة للجميع، وصيانة البيئة والحفاظ عليها من أهم مقومات رؤية عمان 2040 القادمة. ممتاز. ونحن جاتنا الفكرة هذه بعد قرار الوزاري باستبدال أكياس أحادية الاستخدام بأكياس صديقة للبيئة. ممتاز. يعني جميل. نعم جميل. طيب أحمد، لو يعني أنت الآن مدير الإنتاج بهذا الفريق، لو نتحدث أكثر عن المنتجات أيضا اللي تقوموا بتنفيذها من خلال مشروعكم. منتجات مشروع مصنع روزم منتجات اللي هي مستخدمة فيها خامة مادة البيبينون ووفن، هذه مادة صديقة للبيئة عن طريق عمليات تصنيعية، ممكن نحولها لأكياس بأحجام مختلفة ألوان مختلفة، وكذلك ممكن نحولها لأغطية للملابس وأغطية للأسرة، وممكن أيضا نستخدمها مثلا في صناعة غطاء الرأس في المستشفيات، أيضا في القطاع الطبي، وكذلك نستخدمها أيضا للمفارش الطبية أيضا. ممتاز. نحن نشاهد أيضا بعض من هذه اللقطات لمشروع روزم، يعني هنا تقوم بتصنيع هذه الأكياس. نعم بالضبط. صحيح؟ هي أكياس صديقة للبيئة. أكياس صديقة للبيئة. هذا الفيديو وضح تقطيع الخامة إلى يعني حسب المقاسات اللي الزبائن يطلبوها من عندنا نحن. نعم. انا سالتك في بدايه هذا اللقاء يا الجلند عن اهميه فعلا يعني انتقائكم واختياركم لمشروع يختص اساسا بالمجال البيئي ليكون ايضا ضمن نطاق مشروعكم، ولكن السؤال القادم يعني كيف جاءت فكره انشاء وتاسيس لهذا الفريق، فريق روزم، وليش اخترتوا تحديدا روزم؟ والله مثل ما خبرتك يعني الحين الحكومه متجهه نحو بيئة مستدامة أو بيئة محافظة على البيئة من خلال حتى القرار الوزاري الصادر من هيئة البيئة، وزارة البيئة سابقا، باستبدال الأكياس أحادية الاستخدام. مثل ما تعلم أكياس هذه البلاستيكية ربما تبقى لألف سنة من غير أن تتحلل ومن غير أنها يعني تتفكك، ونحن حتى من فترة بسيطة أنا والأخ أحمد شاركنا في فريق تطوعي إزالة الأوصاخ والمخلفات من شاطئ القرم، وبالفعل يعني تلقى كميات كبيرة من هذه الأكياس مضمورة تحت الرمال وما تتحلل أبدا يعني بآلاف السنين. ممتاز. ولكن كيف جاءت فكرة إنشائكم وتأسيسكم أساسا لفريق روزم؟ نحن اجتمعنا مع بعض مجموعة من الشركاء وقررنا أن نعمل مشروع كمصنع يدرنا دخل إضافي، وفي نفس الوقت أن نشوف شيء تتوجه فيه الحكومة والبيئة ويساعد على حماية البيئة. لكم إلمام وإدراك تام من قبل كذا بالموضوع؟ والله نحن نوعا ما ناشطين بيئيين، يعني نحافظ دائما نحاول أن نحافظ على البيئة وكذا، وفي نفس الوقت نحن دراستنا نوعا ما تهتم، يعني احنا خريجي جامعة السلطان قابوس، أنا مهندس كهرباء وحاسب آلي قسم اتصالات، والأخ أحمد مهندس صناعي.
ممتاز. طيب أحمد، يعني أنا ذكرت قبل قليل أنه أصبح عموما توجه البلد وأيضا بعض من المحلات أنه يكون لديهم بالفعل منتجات صديقة للبيئة. أنتم الآن يعني تشتغلوا على هذا الموضوع وعلى هذا الجانب، كيف وجدتم إقبال التجار لهذه المنتجات اللي تكون بالفعل صديقة للبيئة؟ بأمانة الإقبال كان مع بداية المشروع القرار بمنع الأكياس البلاستيكية، كان إقبال واسع وشريحة الزبائن اللي هم شريحة زبائن بالنسبة لنا هم أصحاب المحلات التجارية، ما كانوا مترددين أبدا في شراء الأكياس من عندنا، والإقبال من الزبائن بالنسبة لهم كانوا يشتروا الأكياس بأسعار مخفضة، فتحولوا مباشرة من الأكياس البلاستيكية إلى أكياس قماشية صديقة للبيئة. فكان التحول في خلال تقريبا أسبوع أو أسبوعين بالكامل في محافظة مسقط، فما كان صعب بالنسبة لنا نجد الزبائن لبيع هذه المنتجات. بس مع الوقت طبعا تأثر سوق الأكياس الصديقة للبيئة هذه بعد دخول قرار استخدام الأكياس اللي ممكن إعادة تصنيعها، الأكياس البلاستيكية اللي ممكن إعادة تصنيعها، إعادة تدويرها بالضبط. نعم. فحالياً الحين نتمنى نحن تطبيق كامل في عمان لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة فقط. نعم. هذا التهافت أساساً من شريحة الزبائن مثل ما ذكرت، يعني لشراء أساساً هذه المنتجات الصديقة للبيئة، كان بناءً من وجودك في هذا المجال وفي هذا المحيط بناءً على القرار الوزارة الذي صدر في هذا الشأن، ولا لا أساساً حسيت إنه فعلاً هناك وعي جدا كبير وثقافة من أفراد المجتمع فيما يتعلق بهذا المجال وفي هذا الجانب؟ يعني تقريبا رؤيتي الشخصية أنا أعلق أن 80% من الشعب واعين بأهمية استخدام أكياس صديقة للبيئة. ممتاز. فالقرار كان تقريبا تحصيل حاصل، المجتمع العماني واعي وجاهز لاستخدام هذه الأكياس. حلو. فما واجهنا مشكلة، نحن بالنسبة لنا التسويق كان جاهز، الوزارة قامت بالتسويق للفكرة، الأفراد واعين وعارفين عن الموضوع، فبالنسبة لنا لقينا سوق ودخلنا فيه على طول مباشرة الحمد لله. نعم. هو يمكن السؤال الأهم أنه ليش أنا أستخدم هذه المنتجات اللي هي صديقة للبيئة؟ يمكن البعض يروح يشتري منتجات صديقة للبيئة لأنه فقط يشوفها في السوق، لكن للأسف الشديد ما يستوعب أو ما عارف إيش فائدتها أساسا للبيئة أو للأرض عموما بشكل عام. مثل ما قلت أنا سابقا، يعني الأكياس البلاستيكية جدا ضارة، يعني ربما أصحاب الإبل لما يذبحوا إبلهم وينحروها تلقى يأكلوا الأكياس هذه البلاستيكية موجودة في البطن ولا معه. نفس الشيء الكائنات البحرية تلاقي دائما أنها تنفق بسبب وجود هذه الأكياس البلاستيكية. هذه الأكياس لا تتحلل مع مرور الزمن، بينما الأكياس صديقة للبيئة عندها فترة بسيطة وراح تتحلل إن شاء الله. حفاظ على البيئة هذا واجب على كل حد فينا، كان فرد أو مؤسسة. أحمد، إحنا شفنا قبل شوية يعني ربما فيديو مع المشاهد الكريم عن أبرز المنتجات بشكل سريع، هكذا كان يعرض الفيديو للمشاهد، لكن أنت من خلال وجودك اليوم في برنامج قهوة الصباح، إيش أبرز المنتجات الموجودة معكم في المصنع وهي فعلا صديقة للبيئة؟ الأكياس، الأكياس المطبوعة. فقط على الأكياس؟ طيب بأشكال وأنواع مختلفة؟ نعم، بألوان مختلفة. إيش يعني ممكن نحن نغذي السوق بالكامل بكل أنواع الأكياس اللي لها الحاجة في السوق المحلي، بمختلف الأشكال، بمختلف الألوان، بمختلف الأحجام. نعم، صح؟ نعم بالضبط هكذا، مختلف نفس الحالة سماكة الأكياس. شيء مهم جدا للمحلات المختلفة، مثلا الحاجة لأكياس خفيفة للصيدليات تختلف عن حاجة لأكياس أثقل تأخذ أوزان أكثر، مثلا في محلات محلات البيع بالتجزئة. فكل هذه الأكياس نحن نوفرها، هذا هو بالنسبة للمنتج رقم واحد. ممتاز ممتاز. لكن في شركات معينة ربما داخلة في هذا المجال. نعم أكيد، أكيد. أيضا نفس الحال بدارة عمانية. إيش اللي يميزكم أنتوا عنهم؟ ليزلنا صراحة فريقنا بالكامل عماني. ممتاز. واللي ميزنا نحن قمنا شخصيا يعني باختيار الآلات وتركيبها وصيانتها، نحن نقوم صيانتها الدورية. فرأس مال المشروع دائما أخبر الشباب، رأس مال المشروع لنا نحن الأشخاص اللي فيه، مش العدة والمكائن والآلات. الخبرات اللي عندنا. ممتاز. طيب الآن يعني من لديه مشروع وحاب أنه يأخذ أكياس ممكن صديقة للبيئة، مباشرة يتواصل معكم، كيفية التواصل كيف تكون؟ لديكم حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد عندنا نحن موقع إلكتروني، وعندنا عندكم موقع إلكتروني. موقع إلكتروني نعم، وعندنا نفس الشيء مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع لوكيشن مال المصنع موجود نفس الشيء في خرائط جوجل. وين بالضبط؟ في مدينة سندان صناعية. ونحن طبعا توجهنا بالشكر اللي احتضنوا المشروع
ودائما كانوا مساعدين لنا بشكل كبير ومتعاونين معنا. ممتاز. زودتوا المحلات التجارية أو ربما الجهات ذات العلاقة أيضا بهذا الموضوع بمختلف المنتجات المتوفرة عندكم أحمد؟ أكيد. في تواصل، في تنسيق، في تعاون مستمر بينكم وبين مختلف الجهات؟ دائما. حتى قبل أسبوع كان عندنا زيارة لمحافظة البريمي عفوا في قسم وزارة البيئة. طبعا هم الحين عندهم مبادرة اسمها عمان بدون بلاستيك، تقودها الأستاذ أحلام الشامسية، طبعا وجه لها تحية. هي الزيارة، هدف من الزيارة كانت أن ندخل سوق محافظة البريمي بالتعاون مع الوزارة بحيث أن نسوق لأكياسنا كبديل لأكياس البلاستيكية في حالة أنهم تمكنوا من استصدار قانون يعني لمنع الأكياس بالكامل، الأكياس البلاستيكية. فمثل هذه الزيارات أكيد موجودة عندنا باستمرار للمحافظات الأخرى وداخل مسقط بشكل يومي تقريباً. عندنا فريق تسويق وفريق دعاية وإعلان. ممتاز. لكن في تجاوب من قبل الجهات لما يعرفوا والله أنه كافة الطاقم العمل أساساً مشتغل في هذا المصنع وفي هذا المشروع هم عمانيين؟ أكيد أكيد، دائماً نلمح مثل هذه التعليقات أن الله يوفقكم، ويعني دائماً الطاقات العمانية أكيد الشباب عندهم أشياء يقدموها، فقط يعني يستلزم أن نحتضن مثل القدرات هذه. ممتاز. شكرا لك الجولاند بن يحيى المغيري رئيس فريق رزم، وأيضا الفاضل أحمد بن ناصر الحبسي مدير الإنتاج بالفريق. كل التوفيق لكم إن شاء الله في مشروعكم. بارك الله فيكم. شكرا على هذه واجبنا. إذن مشاهدينا نستمر معكم في قهوة الصباح، نروح إلى فاصل وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.